ولتعليقي على بيان هيئة كبار العلماء، ينضم معنا الدكتور سليمان أبو الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا بك معالي الدكتور. لا شك أن بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء جاء مؤكدا على النهج الذي قامت عليه المملكة وما زالت بمحاسبة المتجاوز والمقصر أيا كان وبعيدا عن أي اعتبارات، مع إشارة البيان حقيقة وهي مهمة، إشارة مهمة لاستقلال القضاء الذي بالتأكيد سيقول كلمته لاحقا. معالي الدكتور، كيف تصفون هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيرحب بك أخي الكريم وكذلك المشاهدين والمشاهدات الكرام. ثم إننا نقول إن المملكة العربية السعودية بلاد راسخة في دينها، متأصلة في معتقدها، محافظة على إيمانها وأمنها وأمانها ووحدتها واستقرارها، على هدي من الشريعة الإسلامية العظيمة الغراء، ديدنها إحقاق الحق وإرساء العدل منذ نشأتها إلى يومنا هذا، ولا تخشى في الله لومة لائم. ولذلك فإن العالم أجمع، سواء كان عربيا أو إسلاميا أو دوليا، يشيد وبكل قوة بحكمتي ووعي وبصيرة وسياسة وأناة خادم الحرمين الشريفين، نعم، الملك سلمان بن عبد العزيز والد الجميع وراعي هذه الرعية من المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، وحرصه حفظه الله على حياتهم واستقرارهم وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات سواسية بدون ميل أو محاباة أو خوف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وسمو ولي العهد الأمين أيضا يقتدي بوالده الملك العادل ناصر الجار ومغيث المحتاج، والذي تربى في كنفه وتحت أنظاره، فأخذ منه صفاته وحكمته وتواضعه الجم وهمته العالية وطموحه غير المحدود، كما هم دوما يسيرون على منهج الإمام المؤسس الصالح العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود رحمه الله، كما أنه أخذ عنه كذلك صفات القيادة والريادة والشجاعة والإقدام والحرص الدائم على مصالح المواطنين بشتى شرائحهم واختلاف أعمارهم وتعدد مشاربهم، حتى ولو جفى أحد أبنائها على بلاده وأنكر فضلها عليه أو أساء لها بأي وسيلة أو رأي أو توجه. ولقد شهدت بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين هجمة قوية من وسائل إعلام مغرضة حاقدة عدائية خبيثة ذات أجندات ومطامع معلومة وإيديولوجيات متطرفة إرهابية تقودها جماعات وتنظيمات وأحزاب منحرفة مريضة منافقة، ارتحلت التشويش والتشويه والإرجاف وإثارة الفتن والقلاقل وإشعال الحروب والخلافات المدمرة، ودأبت ومنذ أمد بعيد على تبطين عدائها بدعاوى الحرية والرأي والرأي الآخر، نعم، وهم والله بعيدون كل البعد بالتأكيد عن الحق وبيانه، بل تحالفوا، نعم، مع الشيطان ودعاته وأنصاره ضد بني جلدتهم وإخوانهم وأبناء عمومتهم، نعم، فجندوا إمكاناتهم وأبواقهم الإعلامية في ذلك، ولذلك استغلوا موارد بلادهم وعلاقاتهم الدولية فأطلقوا الأكاذيب والبهتان والإدعاءات، نعم، ضد بلادنا وولاة أمرنا. نعم 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 دكتور، على أي حال معالي الدكتور، موقف المملكة من هذه القضية تحديدا حازم وصادق وفيه شفافية عالية. تابعنا قضايا مشابهة كثيرة في دول عظمى حتى نجد مواقفها التنصل وعدم الاعتراف والشواهد كثيرة. على اتحال كل الشكر لمعالي الدكتور سليمان أبو الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، شكرا جزيلا لك.